بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية بإجراء تجارب التشغيل التجريبي لضواغط جنوب المنطقة الوسطى بحضور وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة. ويتألف المشروع من 4 ضواغط مقادة ب4 عنفات غازية، وتبلغ استطاعة كل ضاغط 2 مليون متر مكعب غاز يومياً. وسيساهم تشغيل تلك الضواغط بإعادة عدد من الآبار المتوقفة عن العمل وزيادة كمية الغاز المنتجة بحوالي 500 ألف متر مكعب يومياً، ويتوقع أن يبدأ العمل الفعلي للضواغط خلال 2 أسبوع. بيّنت رئيسة دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة القنيطرة المهندسة ختام السامية أنه وبهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين، فإن إدارة المعصرة الوحيدة بالقنيطرة تقوم حالياً بتركيب خط إنتاج ثالث لعصر الزيتون وإجراء صيانة كاملة للمعصرة، والتي ستستقبل المزارعين في 20 من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى الانتهاء من إجراءات الترخيص الإداري لإنشاء معصرة ثانية في ريف المحافظة الأوسط بقرية مسحرة، وبالتالي التخفيف على المزارعين من التوجه إلى محافظات قريبة لعصر الزيتون. أعلنت شركة إني الإيطالية للطاقة أن شركة غاز بروم الروسية أخطرتها في بيان باستحالة نقل الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا. ونقلت سبوتنيك عن إني قولها في بيان ذكرت غاز بروم أنها لا تستطيع تأكيد كميات الغاز المطلوبة لإيطاليا بسبب استحالة نقل الغاز عبر النمسا، وبالتالي فإن تدفق الغاز الروسي المتجه إلينا عبر نقطة تفتيش تارفيسيو سيكون عند مستوى الصفر. وأضافت شركة الطاقة الإيطالية أنها ستقدم معلومات جديدة إذا تم استئناف إمدادات الغاز. سرعت ألمانيا عمليات بناء أول محطة في البلاد لاستقبال واردات الغاز المسال LNG في محاولة منها لسد فجوة النقص الحاصل بسبب انقطاع إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي. واعتبارا من هذا الشتاء ستكون محطات استقبال الغاز المسال قادرة على توفير ما يعادل 20% من الغاز الطبيعي الذي كان يتم استيراده حتى وقت قريب من روسيا. بدأ الغاز يتدفق إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق صباح السبت بحسب مشغل خط أنابيب الغاز البولندي غاز سيستم. ويعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنوع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا، وبدأت في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في شباط الماضي، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية.